أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة عن عقد المؤتمر الانتخابي الختامي قبل الصمت الانتخابي بمسقط رأس المرشح الرئاسي بقرية منيا الشيحة بالجيزة. وقال المنسق العام للحملة الانتخابية بمحافظة الجيزة إن جميع الاستعدادات تمت للمؤتمر، ومنها اختيار مكان الانعقاد وتجهيز أكبر قاعة على نيل منيا الشيحة لاستقبال المصريين في المؤتمر. وأضاف أنه تم تعليق البنرات وصور ودعايا للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة في شوارع الجيزة والقرى المحيطة.